اتجاه أول يقول أن هذه العلقة بين الذكر والأنثى ضمن الأسرة وضمن علاقة الأسرة أمر مقدس، لا حدوثا ولكن بقاء. يعني أنت تستطيع أن توجد هذه العلاقة، أنت بالاختيار أن توجد العلاقة مع هذه المرأة أو مع هذه المرأة، والمرأة من حقها أن تختار هذا الرجل أو تختار ماذا؟ ذاك الرجل. هذا في اختيارك أين؟ في الحدوث. أما إذا تحققت العلاقة عند ذلك يخرج عن اختيار من؟ عن اختيار الطرف. خلاص بقى. لا الرجل يستطيع أن يطلق، ولا المرأة تستطيع ماذا؟ أن تنفصل، ولا القانون يستطيع أن يفعل ذلك، ولا الحاكم أبدا أبدا. هذه علاقة مقدسة لا يمكن لأحد أن يفسخها إلى الموت. وهذا واضح عندما تراجع أنت الكتاب المقدس القديم والجديد مولانا، يعني التوراة والإنجيل، تجد يؤكد على ماذا؟ أن هذه العلاقة إذا تحققت يمكن فسخها أو لا يمكن فسخها. طبعا بعد ذلك وجدوا أنه تترتب عليها مشاكل اجتماعية، فساد اجتماعي، لأنه الرجل والمرأة لا يستطيع أن يعيش، لا يوجد أي انسجام أخلاقي نفسي روحي بينهما، يتفشى الفحشاء بين هذا يعيش لنفسه خلاف نظام الأسرة، وهي تعيش لنفسها خلاف نظام الأسرة، فأدخلوا بعض التعديلات. ولكنها الأصل ما هو؟ الأصل عدم جواز فسخ هذه العلاقة بأي نحو من الأنحاء، إلا استثناءات. هذا الاستثناء الكنيسة تقوم به، ما أدري القضاء يقوم به، إلى آخره. هذا هو الاتجاه الأول.